زعلت اليوم. سويته هو ربط المعدة. هم شو يسوون على مريء المعدة؟ أوكي يحطون مثل حلقة. رينج. أي مثل حلقة. طبعًا أنا تخيلت حلقة حديدية طلعت لا. حلقة بلاستيكية. أوكي. وبيها مثل هيتشي صوندة وبيها مثل باتش أوكي تنحط بجدار المعدة. فش يصير يعني الحلو بالرينج إنك تقدرين تكبري وتصغري شو وقت ما تريدين. أنا الحمد لله لما سويت العملية ما نزل وزني بسرعة. يعني نزلت وصلت للوزن المثالي بأربع سنين. لما سويت العملية لفترة كلش طويلة ما كنت أقدر أكل ستيك لحم لحم. الفيتامينز اللي بجسمي ما كانت كلش أوكي. كلش كان أثخن من هيتشي. عانيت صحيح ومو سهله. واني لما دا اقول لكم اني دا اقول لكم تجربتي اي نعم ضعفت عليها. وطبعا احب اقول لكم اني رجعت سمنت يعني رجعت ضعفت وصلت أذكر. وزن ورجعت سمنت لانه ما التزمت. لما تريدون تتخذون قرار فكروا بيه كلش زين. حاولوا دائما تشتغلون على ارادتكم بدل ما تصرفون فلوس وتعذبون صحيح. روحكم وتحطون روحكم في مواقف عمليه والم والاهل وكل هاي الاشياء.